وبالعودة إلى الشأن اللبناني والمشهد اللبناني بامتياز، يعني المشهد الصحي والاقتصادي والسياسي، ينضم إلينا من جديد من بيروت الكاتب والباحث السياسي فوزي أبو دياب. أهلا بك سيد فوزي. لبنان يعاني من أزمة تشكيل الحكومة، ما مدى تأثير ذلك على صعيد تقديم المساعدات الخارجية إلى لبنان؟ يعطيك العافية وعذرا على العطل الفني. لا أبدا، أهلا بك. يعني نموذج يمثل نموذج عن الواقع اللبناني المتعثر في كافة المسارات. في بالنسبة لتشكيل الحكومة، ارتبطت جميع المساعدات الدولية التي أقرت للبنان منذ مؤتمر سيدر منذ عامين، والمساعدات التي أقرها المؤتمر الأسبق الذي عقده الرئيس الفرنسي قبل شهر من الآن بعد انفجار مرفأ بيروت، كما المساعدات التي تحدث عنها زعماء العالم منذ يومين، كلها مرتبطة بالإصلاح السياسي في لبنان. والإصلاح السياسي مدخله تشكيل الحكومة، والحكومة عالقة دستوريا بين الرئيس سعد الحريري الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية ميشيل عون، والخلاف كما يظهر للعلن هو على الأسماء وعلى توزيع الحصص لأسماء الوزراء وفق من سيسمي هؤلاء الأسماء، رئيس الجمهورية يسمي المسيحيين أم أنه يتشارك معه رئيس الحكومة. الدستور اللبناني يعطي لرئيس الحكومة تسمية الوزراء ويوافق عليهم رئيس الجمهورية الذي يمضي يوقع على مرسوم التعيينات، لكن المشكلة في الواقع وفي العمق هي مختلفة عن ذلك. المشكلة الفعلية هي من سيخلف ميشيل عون بعد سنتين من الآن. عين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مدعوما من حزب الله على الكرسي الرئاسي، وبالتالي المشكلة تضاعفت بعد العقوبات التي فرضت على جبران باسيل، وبات كل شيء متوقف في لبنان بانتظار أن يحصل رئيس التيار الوطني الحر حقوق مضاعفة بدلا من العقوبات التي فرضت عليه. المسألة مرتبطة بتشعباتها الإقليمية الدقيقة إقليميا، رغم الشكل الخارجي الذي يعطى للمسألة على أنها مسألة وطنية. حتى الإصلاحات هي مرتبطة بموقع لبنان ودور لبنان، وموقع لبنان ودور لبنان المستقبلي مرتبط أيضا بدوره الإقليمي. هل سيعود لبنان ليكون جزء من المنظومة العربية أم سيكون ساحة إيرانية؟ الرئيس الفرنسي يحاول جاهدا سحب ورقة لبنان من حلبة الصراع الأمريكي الإيراني التي عاد التصعيد ليتجدد عليها منذ اغتيال العالم الإيراني محسن زادة. كل هذه الأمور هي متشابكة في أزمة تشكيل الحكومة. سيد فوزي، في ظل هذه الفوضى نعم، في ظل هذه الفوضى التي يشهدها لبنان، كيف يؤثر التخبط بين الأطراف السياسية أو بين الساسة في لبنان بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وانتقاد أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري لتأخر سعد الحريري في اختيار ممثلي حكومته حتى الآن؟ يعني الرئيس نبيه بري يعض على الجراح، فهو عندما يتحدث البنك الدولي عن 50% من اللبنانيين تحت خط الفقر، فبالتالي قاعدة كبيرة من المؤيدين للرئيس نبيه بري هي تحت خط الفقر. الرئيس نبيه بري يدرك، وعبر يعني مراحل طويلة من توليه المهام النيابية، يدرك عمق الأزمة ويدرك مخاطر الفراغ الذي يقع فيه لبنان اليوم. لذلك هو يحاول الدفع باتجاه تشكيل الحكومة، لكن الرئيس بري غير قادر على الضغط على حزب الله الذي يمسك بجزء من الحكومة. سيدتي، عندما يقول الرئيس سعد الحريري إننا نريد تشكيل حكومة مهمة اختصاصيين غير حزبيين، يعني في ذلك أن القرار الدولي الذي مع هذه الحكومة يقول بعدم دخول حزب الله إلى هذه الحكومة. الرئيس بري غير قادر على إقناع حزب الله بعدم الدخول إلى هذه الحكومة. المشكلة متشعبة، لذلك كل شيء في لبنان مرتبط بحلبة الصراع الإيراني الأمريكي.
الرئيس الفرنسي إلى الآن ومنذ أعلن مبادرته منذ 3 أشهر لم يستطع سحب الملف اللبناني من حلبة الصراع تلك لتحييد لبنان ولأخذه إلى بر الأمان. طب من يدفع الثمن في كل هذا الأمر هو اللبناني. نعم. طيب سيد فوزي، ما هو المتوقع إجراءه من قبل الرئاسة أو رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري حيال مستقبل البلاد، خاصة بعد ارتفاع كما قلت معدلات الفقر الأكثر من 50%؟ الرئيس سعد الحريري عندما رشح نفسه للتولي مهام الحكومة الجديدة وضع برنامج عمل لمدة 6 أشهر، إنقاذي لإعادة أعمار بيروت وإنقاذ الوضع الاقتصادي وتوفير المساعدات الدولية وحسم الخلاف مع البنك الدولي لتوفير الأموال، وبالتالي قدم مجموعة عناصر إصلاحية اتفق عليها المتنافسين اليوم في مؤتمر في اللقاء الذي عقد في قصر الصنوبر عندما جاء الرئيس الفرنسي، لكن كل ذلك مرتبط بكيفية تشكيل الحكومة، من سيدخل إلى جنة الحكم في المرحلة القادمة. اليوم سربت معلومات خطيرة جدا عن لسان قائد الجيش يقول له الرئيس سعد الحريري الحكومة مؤخرة دبروا حالكم، معناها ما بدأ يشاع في الصحف اللبنانية من أن الحكومة لن تبصر النور قبل تولي دخول بايدن إلى سدة الرئاسة الأمريكية، يعني أننا سنرزح تحت فترة طويلة. نعم. بالمقابل دكتور فوزي، هل يعني يتحمل لبنان، هل اليوم يتحمل لبنان الانتظار إلى أن يتم يعني تسليم بايدن السلطة؟ طبعا لم يعد لبنان يحتمل في الولايات المتحدة. برأيك من اليوم على عاتقه هو تعليق الجرس في لبنان لإنقاذ لبنان من هذه المأساة؟ إذا قلت لك بكل صراحة سيكون هناك صدمة، ليس باستطاعة أحد اليوم قرع جرس إنهاء الصراع، وقف الصراع في لبنان. نعم. لطالما الصراع مرتبط بالتصعيد الأمريكي الإيراني، واليوم عادت إيران لتجدد تصعيدها عندما رفضت دعوة الرئيس بايدن للعودة إلى الملف النووي ليتراجع هو أيضا للدخول إلى إلى سقف الملف النووي. إذن نحن أمام معضلة كبيرة. الخطر في ذلك، وإذا سمحت في لحظة واحدة، تفضل، أن البنك المركزي أعلن أنه لم يعد قادر على تغطية الدعم، فبالتالي سيكون على أبواب العام القادم سعر الدولار في الأسواق هو ما هو في السوق السوداء، يعني أي 8000 للدولار الواحد أو قد يتجاوز، وبالتالي يعني سيصبح ليس 50% بل 70% من اللبنانيين تحت خط الفقر. نعم، يعني نتمنى أن يكون العام القادم مليء يعني حلول للأزمة اللبنانية. من بيروت الكاتب والباحث السياسي فوزي أبو دياب، شكرا لك.